مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أطيب وأجمل وأرق التحية لمشاهدي قناة صلاح الدين الفضائية أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الخاص ضمن سلسلة اللقاءات الخاصة التي تجريها قناة صلاح الدين الفضائية، فحياكم الله مستمعينا ومتابعينا الكرام. موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن انتخابات مجالس المحافظات المحلية، ما لها وما عليها؟ هل سنشهد انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر أم سيكون للتأجيل كلام آخر في هذه المعادلة؟ هل ستهيمن الأحزاب والكتل السياسية الكبيرة على مشهد الانتخابات وعلى حساب الكتل والأحزاب الصغيرة؟ هل سيكون للمال السياسي دورا مباشرا ومؤثرا في الانتخابات ونتائجها بشكل عام؟ هل سنشهد وجوه جديدة قادرة على قيادة المرحلة المقبلة؟ كيف سيتعاطى الشارع العراقي مع هذه الانتخابات؟ كل هذه المحاور والأسئلة وأكثر سوف أطرحها بدوري على طاولة الإعلام مع ضيفي الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ شاكر الجبوري. فحياك الله أستاذ شاكر. أهلا وسهلا، تحياتنا لك. مرحبا بك. يعني صار سنتين تقريبا أو سنتين ونص غايب عن الشاشة أستاذ شاكر، تقصير من عندنا من عندك، تقصير علينا من بالتحديد؟ والله هو مو تقصير بقدر ما يعني أيضا كثرة المقابلات بدون مناسبة ربما تفقد الإنسان القدرة على التمييز أيضا. فلذلك أنا أعتقد أنه انتخابات مجالس المحافظات حدث مفصلي في مستقبل الدولة العراقية. إذن هي جزء من العملية الديمقراطية مثل ما نعرف هذه الانتخابات أستاذ شاكر، وحدد الموعد الأولي لها يوم 18-12 في نهاية السنة الحالية. لكن هناك آراء وتكهنات وأقوال بأنها سترحل هذه الانتخابات إلى السنة المقبلة وتحديدا في نيسان المقبل. ماذا يقول شاكر الجبوري في هذه الجزئية على وجه التحديد؟ يعني المتابع لطبيعة التحركات العقلانية، الممرات السياسية البديلة اللي يتم استخدامها بالوقت الحاضر، آخرها الجولة المهمة التي قام بها الحلبوسي يعني رئيس مجلس النواب إلى ديالة منذ لأول مرة منذ الزمن، مع مؤشرات عن فقدان أو خسارة يعني مراكز انتخابية بالمحافظة. الحديث الآن عن التأجيل، أنا أستبعد التأجيل إلا في حالة حدوث كارثة طبيعية. زين. مثلا لأنه القوى النافذة أو القوى، حتى نكون دقيقين، قوى ائتلاف إدارة الدولة، ليس من مصلحتها التأجيل للاعتبارات الكثيرة، وفي مقدمتها أنها تمسك بزمام المبادرة في المجلس في الحكومة والبرلمان. وبالتالي نجاح انتخابات مجالس المحافظات هو تسخين سياسي ممنهج للبرلمانيات المقبلة الذي سيفوز في إدارة المحافظات، الإدارات المحلية للمحافظات. سيكون يعني مهيئاً مستندا إلى إمكانيات كثيرة للبرلمانيات المقبلة. فكرة الحديث عن تأجيل الانتخابات إلى نيسان المقبل على اعتبار أن السيد مقتدى الصدر قطع العملية السياسية لمدة عام وينتهي ذلك في نيسان 2024، هذا الكلام. لكن على الضفة المقابلة، هل البيت السياسي الشيعي راغب بدخول مواجهة انتخابية بظروف غير متوازنة مع الصدر؟ أنا بقناعتي أستبعد ذلك. طيب، يعني اليوم الأرضية مهيئة أستاذ شاكر، أفهم من كلامك البيئة جاذبة لإجراء هذه الانتخابات؟ مثل ما نعرف يعني إحنا اليوم نعرف هناك صراعات كثيرة، تحديات كثيرة، مناطق متنازع عليها أستاذ شاكر، يعني كركوك وغيرها على سبيل المثال طرأت على الساحة مجددا، تحديات اقتصادية، ارتفاع وانخفاض أسعار صرف الدولار، تحديات صراعات كثيرة أستاذ شاكر داخلية أو إقليمية، كل هذه اليوم هي تؤثر على إجراء داعش في موعد المحافظة. داعش بكل دمويتها لم تغير مزاج المواطن في الذهاب إلى صناديق الاقتراع. أنا ما أفهم شنو الحديث عن أرضية مهيئة أو غير مهيئة. أنا قلت لك من الناحية الفنية هذه مسؤولية مفوضية الانتخابات أن توفر اللوجستيات الخاصة بنجاح الانتخابات. لكن على على الجانب الآخر وهو المزاج الشعبي، هذا المزاج لم
بحرب داعش بنتائج داعش الثقيلة الدم بكل الاتجاهات ذهبوا بعد ذلك إلى صناديق الاقتراع بعد سنة. فأنا أعتقد أنه من الخطأ المبالغة بعدم وجود أرضية مناسبة للانتخابات. صحيح أن المواطن لم يلمس شيء، لم يعني لا البرلمانيات ولا الانتخابات ولا غيرها ولا التعهدات ولا الاتفاق السياسي زين لحد الآن لم ينجز مسألة العفو العام مثلا الذي هو طيب. يعني احنا عندما نتحدث عن المناطق الغير مؤهلة وانت تقصد بذلك حسب ما اظن تقصد انت المناطق المحررة التي لم تشهد تطبيقا وبها مفقودين وبها مغيبين يعني وبها كثيرا الكثير نعم. يعني المواطن رغم كل ذلك سيذهب إلى صناديق الاقتراع، راح تقول لي نسبة 30 35 40% لكنهم سيذهبون. أنت خذ دليل بسيط يعني حتى نكون زين. قريبين من الحدث. أخذ أي مسؤول يزور منطقة شوف ايش قد عدد الناس الذين يستقبلونه ويتعهدون له بصناديق الاقتراع. تمام بس ذولا كليتهم راح يروحون وينتخبون. انت لو جايين على مو شغلة لربما عزيمة او كذا او منفعة شخصية وانا قريتها في عدة لقاءات استاذ شاكر اليوم المرشح لربما لا يكيف من يشوف كل هذه الجماهير الكثيرة واللي جاي لربما لا اريد اسوي فلترة يمكن من 100 ما يطلعون 20 او 25 البقية لربما جايين. ليش نفترض هذه الفلترة احنا؟ ليش ما نفترضها على مود نبني صحيح؟ لا البناء الصحيح البناء الصحيح هو انه الناس اختارت مرشحيها اولا زين. الحالة الجديدة في الانتخابات انه العشائر دخلت بطريقة مباشرة من تقدم القبيلة الفلانية او العشيرة الفلانية مرشحة للانتخابات. طيب هذا بحد ذاته تزكية مباشرة بما انه العشائر دخلت على الخط بشكل مباشر انه هي اختارت مرشحيها. زين اشمعنى في هذه الانتخابات على وجه التحديد؟ لماذا لم نرى هذا المجهود وهذا التدخل المباشر وبهذه الهاله الواسعه في الانتخابات لأنه الماضيه؟ الناس استوعبت الفرق بين الحزبيه والشعبيه. زين استوعبوا انه من يذهب ياتيهم عن طريق الحزب مباشره ربما لا يمثلهم في العملية. إذا يريدون واحد من عندهم عشيرة وقريب ويعرف معاناتهم ويعرف متطلباتهم هذا هو هذا المنطق. طيب. مجالس المحافظات هي زي. عبارة عن يعني واجهة ايش راح تحقق لي هاي العودة؟ المواطن يقول ما الإدارة المحلية موجودة متمثلة بمحافظ ونوابة والأمور قاعد تمشي طبيعية، شرح يحقق لي عودة مجالس المحافظات؟ ومثل ما نعرف أنه هذه المجالس توقفت منذ ما يقارب 4 سنوات أستاذ شاكر، وكان لتشرين قول الفصل في هذا الموضوع. اليوم عودتها من جديد شرح يحقق لي؟ شرح يقدم لي؟ هي مسألة إحنا مهاكو مسألة نعرف أنه حق ديمقراطي ومشرع في دستور. هي مسألة إحنا يعني نتكلم يا إما بالمنطق أو نقيضة. مجالس المحافظات مؤسسة دستورية مقررة من بالدستور العراقي. طيب يعني تعطيلها مجال لأنه تم حدوث خروقات كبيرة في عملها والتجاوز هسه منا علاقة بنسبة الأداء. نعم حدثت يعني ثورة تشرين انتفاضة طيب. تشرين احتجاجات تشرين ردة فعل المواطنين على الوضع العام اوكي زين في معادلة كانت اشبه باللا دولة بمركزية اللا دولة في وقتها زين نفس الذين خرجوا للمطالبة بحل مجالس المحافظات الآن يتنافسون على مقاعدها. نسبة كبيرة من المستقلين. إذا شنو هذا النقيض وهذا التفاوض؟ لا مو هذا اللي شوف يعني إحنا بالأمس كانوا يطالبون بأنه تتوقف تماما اليوم تقول هم نفسهم طلعوا يريدون مجالس محافظة ويأخذون مقاعد. لا راح يدخلون بالمنافسة هسه بقوائم ظل بقوائم مو ظل. شو اللي تغير خلال 4 سنوات؟ أنا راح أسألك لا أكو سؤال آخر أخطر. ليش أنا أعلن مشاركتي وبعد شهرين أقول أنا ما راح أشارك؟ يا إما من البداية تقول أنا ضد ها؟
طيب أو تقول أنا مشارك بالعملية، أما تنسحب ورا شهرين أو قبل شهرين من بدايته معناته أنت حساباتك غلط، اكتشفت أنه أنت لا قاعدة جماهيرية لك ولا ممكن أن تتنافس. خلونا نكون صريحين، أما ولربما جدت المصلحة الشخصية على المصلحة العامة. لا اسمح لي، الحديث أنه مراكز نفوذ ورأس مال سياسي، ما هو موجود هذا، منو يقدر يلغي مسألة النفوذ رأس المال السياسي؟ ما ممكن. هذه جزء من تركيبة العملية. نعم. الرئيس الفرنسي حتى تكون على بينة، ساركوزي ملاحق الآن بقضايا مالية تصل إلى ملايين الدولارات. ليش؟ لأنه حملة الانتخابية، حملته الرئاسية عام 2007، نعم. ها؟ قيل أنها ممولة من العقيدة الراحل معمر القذافي. القضاء الفرنسي يلاحق رئيسه على استلام أموال لإدارة حملته الانتخابية. زين. فرأس المال الانتخابي ليس مثلبة على أحد. المثلبة هو أن تصل إلى الهدف الذي ترتكب. بس هل سنشهد تأثيرا للمال السياسي تأثيرا مباشرا في الانتخابات ونتائجها؟ مثلا شلون؟ يعني آخر تصريح للسيد رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني المحترم، حذر من استخدام الثروات، ثروات الدولة في الدعاية الانتخابية. لا لا، واليوم المواطن أصبح يقول لك أنا ما أروح إذا ما أستفاد، وهذا كلام الخبراء وكلام الشارع. تعطيني فلوس أروح أطلع وأصوت وأدلي بصوتي لك، ما تعطيني ما راح تحقق. زين، سؤال هذه غلط المواطن ولا غلط السياسي؟ غلط الجهتين يا استاذ الشاكر. لا، انا السياسي انا اريد احقق. الجهتين تتحمل التبعات. اسمعني، احنا مش كنا مشكله القراءات السياسيه في العراق زين قريبه من ردود الافعال. المال السياسي موجود في بريطانيا ام الديمقراطيه، وموجود في امريكا. انت لا لاحظ، ترامب يجمع 100 مليون دولار لحملته الانتخابيه خلال 4-5 ساعات. زين، هذا يعني من مثلا أين؟ لا، من الناس، من الجماهير، من المؤيدين، من المستثمرين، من رجال الاعمال. طيب. زين، سؤال، هذول يعني راح ينطوا السواد الزرق عيون بايدن؟ لو، لانه غدا يحصلون على عقد في هذا. طبعا. عقد استفاده. طريقه اداره ما بعد الانتخابات هي المهمه وليس اجراء الانتخابات. يعني انت شلون توظف النتائج من اجل ان تحافظ تخدم على تخدم باكر وراك 4 سنوات تقدم الخدمه اللي يحتاجها المواطن. ولذلك حتى يكون واضح، لا يوجد ما يبرر لائتلاف اداره الدوله سوى اجراء الانتخابات في 18 كانون الاول. هي حق ديمقراطي ام اداري؟ لو الاثنين معا استاذ شاكر، شنو حق ديمقراطي؟ حق ديمقراطي الانتخابات ام لا والله اداريا لتمشيت أمور محافظة؟ شلون يصير إدارية الانتخابات؟ هو أن تختار الاختيار حق لو 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 إدارة، أنت أن تختار من يمثلك، هذا حق. حق هو حق. هذه مسألة الانتخابات يعني وضعها أهميتها بما لا يقبل الشك. الانتخابات أفضل من الرأي الأوحد، واحد. طيب. لكن طريقة إدارة ما بعد الانتخابات هو المهم. يعني احنا باكر يشكل مجلس محافظة مثلا، تشكيل مجلس محافظة في المدينة الفلانية، كيف سيعالج أوضاع الناس؟ زين، كيف سيوصل الخدمات للناس؟ هي كانت موجودة هذه سابقا استاذ شاكر، المجالس حققت اللي حققته اللي قاعد تتكلم عليه الآن. شوف بالنتائج. لا هسه احنا اللي يجي يقول لك حققت يضرب، وكان الوضع الاقتصادي مقارنة مع اليوم كان أفضل بكثير. لا شوف، أكو قضيتين لازم نفرز بيناتها. الأولى أنه ظروف 2019 ليست ظروف 2023، تختلف تماما أكيد في كل الجهات. نعم. في كل النواحي. الناس التي كانت تختلف مع فلان زين في طيب ذي قار اكتشفت انه هو اكثر قدره على التهدئه من صاد في الواسط او صلاح الدين. فلذلك السياسه مجموعه تراكمات، سياسه خبره طيب سياسيه طيب هي مجموعه تراكمات، مجموعه تحديات.
البيت السياسي الشيعي في 2020 ليس هو البيت السياسي الشيعي 23. نعم، استوعبوا كل مراحل التحدي، استوعبوا الخلاف مع السنة والكرد، استوعبوا الخلافات الداخلية، استوعبوا العمليات الإرهابية، استوعبوا أنه لا خيار إلا بالعيش المشترك، ماكو إلا شراكة. لذلك تشوف أنه الأزمات تنحل. يعني إحنا مثلا أزمة كركوك لو كانت في 2020 لدخلنا معركة قومية، لكن لأنه أكو ائتلاف اسمه ائتلاف إدارة الدولة، طيب بحكمة باندفاع تم تجاوز هذه المشاكل وبكذا. نعم. ولذلك طيب. تم احتواء أزمة كركوك بشكل لافت وأسقطت أسقطت يعني أنا برأيي مؤامرة خطيرة على 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 العراق، على العراق كانت. نعم. على العراق. نعم. لأنه منطقة اللهب قريبة من خنادق داعش. فلذلك النجاح بتجاوز المحنة يعطيك تصور أنه غدا ستكون الانتخابات. بس أنا فهم من كلامك أنه أنت مع إجراء الانتخابات في موعدها. مو أنا مو مع أنا شوف أنا مع خيار الانتخابات. الموعد ماكو، يعني أنت إذا تلاحظ حركة الناس والمسؤولين والاستنفار الدولة ومفوضية الانتخابات، طيب لن يحدث تأجيل إلا بكارثة. لكن هناك أيضا من يرى أنه عودة مجالس المحافظات هي نافذة لهدر المال العام وعودة الصراعات السياسية من جديد. أستاذ شاكر، بعد توقف دام 4 سنوات لربما أكثر، وأكو ناس أيضا زين يقول لك أنه غياب مجالس المحافظات منح الحكومات المحلية سلطات مطلقة. مع من أنت وكيف تشخص هذه الحالة؟ أنا مع القضيتين. أنا مع قضية أنه أن تكون هنالك رقابة مقننة. بس أنا ما أجيب عضو مجلس المحافظة حتى يقوم يزحمني على المشاريع. ليش بنستفاد من قوة نقاط الضعف والقوة اللي كانت موجودة في المراحل السابقة ونعززها في المرحلة لن الحالية؟ لن يتكرر مشهد انتخابات ما قبل 2018-19، لن يتكرر. ما حد راح يجي يغامر. زين. الناس صار عندها وعي. يعني انت لا تنسى ترى يعني خاف يقول لك المواطن. اليوم المواطن دراية ووعي وإدراك أكو جيل جديد. صحيح. الآن أكو عدم خوف من النقد. هذه قضية موجودة. فلذلك صح. ولا سياسي مستعد أن يغامر، ولا سياسي مستعد أن يغامر بشعبيته من أجل عضو مجلس محافظة، لأن الجميع ينتظرهم المخاض العصير في البرلمانيات المقبلة. لذلك صدقني انتخابات مجالس المحافظات هي الباب الخلفي للبرلمان المقبل. شلون تفسر استبعاد اكثر من 100 حزب من المشاركة بالانتخابات جرى مخالفات اداريه وماليه قبل ايام؟ لا انت اقول لك استبعاد 100 حزب، انا لو علي 3 احزاب بالعراق حيل كافي. كلش كافي. 4 5. اذا وين الديمقراطيه بهذه؟ هسه امريكا، هسه احنا حزبين. فرنسا الحزب الديغولي والحزب الاشتراكي، هسه بيهم تشعبات الخضر والبيئة وما اعرف شنو. طيب. لكن الحزبين الرئيسين الحزب الاشتراكي الفرنسي والحزب الديغولي، هذا ما صرنا الى اليوم. وفرنسا صح. الديمقراطيين يعني اذا انت مو مع كثرة الاحزاب، خلينا نفتقر او نستند الى حزبين او 3 ربما كافية. البلد يمثله البلاد الشعب يمثله من هو قريب منه. يعني احنا عندنا 100 حزب لكنها كم واحد قريب من هذه 100 على المواطن والشعب؟ كم حزب متحالف مع حزب اخر، واحد يتكي على الثاني. زين انا ليش ما اروح على الثايه الاولى، الحزب الكبير المنظم الذي يستوعب الخالي من الطائفية والعرقية والمذهبية؟ حزبين، واحد كردي واحد عربي، كلش كافي علينا. إذا المواطن ما حصل شيء من هذه الانتخابات أستاذ شاكر، هل سيقاطع العملية السياسية؟ لا تفكر بهذا الموضوع. المواطن سيحصل، مواطن سيحصل على رواتب. أنت متفائل، تحشي بثقة، لازم شيء مو لازم شيء بإيدك. لا هو أنت شنو
احنا مثل ما قلنا لو نقيس الظروف اللي قسناها كل شيء تغير، كل شيء تغير صح شاكر، هذا هو صحيح. المفروض نحو الاحسن مو نحو احنا الأسوأ. لازم دائما ننطي مؤشرات ايجابيه. الان اكو بالعراق استقرار سياسي لافت، هذا واضح. طيب اكو استقرار امني واضح. مهم. اكو قناعات جديده، اكو صح. رئيس وزراء هو الاول من نوعه عراقيا. اكل الخبز الشعير والطحين التالف وما عنده كهرباء وما شرب مي عذب. ويعرف العراقيين شو يريدون يعني ويتفهم حقيقة المشهد وما عنده عقدة الجنسية ولا الماضي القديم ولا كذا، فالناس تستوعب خطواته. يعني أنا راح أعطيك مثل، صار لنا 20 سنة الذاهبون إلى بغداد مفقود والعائد مولود. من طريق صارت في فترة من الطريق لا طريق مسافته 35 كيلومتر. إذا طريق الموت لأي مقاول، طريق الموت كان يسمى لربما. إيه يعني نعم. إذا نعم. تطيها لأي مقاول ورا أسبوع يكملها. دولة من 2003 إلى 2023 لم تستطع أن تبني طريقا. حكومات متعاقبة كلها تسولف لك ولربما هذه مو مني اليوم أستاذ شاكر، إذا يسمعني المواطن هذا حق أساسي على الدولة إجبارية توفرها للمواطن، كهرباء وما وبنى تحتية. لا إحنا شالينا بالحقوق. استني اسمع، يقول مو فد إنجاز. لا ولا إنجاز، الحقوق تؤخذ ولا تعطى. ولا تعطى. ما حد متفضل على الشعب العراقي. زين. هذا الشعب هو أهم فصيل على وجه الكرة العراقية. يعني أريد أتكلم على موضوع الوجوه الجديدة أستاذ شاكر اللي راح نشهدها خلال الانتخابات المقبلة، ما لها وما عليها، والكثير أيضا من المحاور عديناها لجنابك الكريم، لكن بعد هذا الفاصل. أحبتي المشاهدين نذهب بفاصل قصير ثم نعود تكملة محورنا الثاني من هذه الحلقة، خلوكم ويانا. حياكم الله أحبتي المشاهدين ومحورنا الثاني من هذه الحلقة، وما زلنا نتحاور في موضوع انتخابات مجالس المحافظات المحلية مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ شاكر الجبوري. حياك الله من جديد أستاذ شاكر. أهلا وسهلا. قبل الفاصل قلنا نتكلم على موضوع الوجوه الجديدة، وهناك من يقول لربما هذه الوجوه الجديدة قودها الوجوه القديمة وهي من ستعمل على تحريكها خلال المرحلة المقبلة، ماذا تقول؟ يعني أنا ما أفهم، يعني أكو حالة من اللاوعي في القراءات. زين. يعني أنت من حزب سياسي يرشح دكتور يمثل عشيرة أو يمثل منطقة. صحيح. والناس توافقه. يعني نرجع نقول إنه هذا سيكون أداة بيد رئيس الحزب. ما هو؟ المنطق العام رئيس الحزب يعني عندهم ثوابت، هذا شو راح للحزب اذا ما مؤمن بمبادئ ومنهج، اذا حتى يعني حتى ما نقول مبادئ، نقول اولويات الحزب، حتى من نقول مبادئ نقعد وكان عنده فكره عامه عن الحزب واهدافه ومعطياته. طيب فهو المسؤوليه تتعلق به. اولا من يصير يعني يتم انتخابه هو مساله يعني ولا أخلاقي للمجتمع الذي انتخبه قبل أن يكون ولا سياسي. ما راح يقول رئيس الحزب لازم يسوي فلان شيء، ضميره شي يقول، واجبه شي يقول. من يستطيع، شوف القصة باختصار، من يستطيع أن يحفظ لروحه هيبتها في عدم الانغفاص بالمشاريع والهدايا والعطايا هو الذي سيفوز في النتيجة. سيفوز ليش؟ لأنه أنت عندك مسؤولية. بس إيش قبل 100 موجودين من ذول اللي قاعد تتكلم عليهم؟ أنا أعتقد البعيدين عن الهدايا نسبة نسبة كبيرة جدا ستبقى. يعني إحنا ما لازم
نذهب إلى مستوى يعني اليأس من الجديد، لأنه هذا ظلم للواقع الحالي. هنالك نسبة عالية تراهن على النجاح، تراهن على النجاح. يعني احنا ليس معيبا أن تستفيد، لكن المعيب أن تستغل. الفائدة ليست معيبة، المنصب ليس له مغرياته في كل دول، في كل دول العالم. صحيح احنا عندنا شاخة مفتوحة حيل، نعم 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 بهذا الجانب، لكن الوزير في إيطاليا والوزير في الجزائر والوزير في المغرب إمكانياتهم مختلفة عن المواطن، يعني وضعهم المجتمع، الوضع المجتمعي يتطلب ذلك. أنت من يشوف وزير يجي بباص يعني أو يتسابق مع الناس على على المصلحة مثل ما يقولون هنا، يركب بالباص، هذا شيء يدل، هذا ما يدل، لا ما راح يخدم. احنا هذه العفة المطلقة انتهى زمنها. احنا لسنا في زمن الأنبياء والصالحين، نحن في زمن بس مو المنصب يغير. استاذ شاكر هسه المنصب يغير، واللي حواليك يغيروك. ما هذا موضوع، هذا موضوع يعود الى وانا قلتها، 10 يفتحون الباب و10 يسدوا لك الباب، و ربما تاخذك العزه بالاثم في بعض الجزئيات. هذا موضوع، هذا موضوع، شوف هذا موضوع مختلف. الـ 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 الخطأ ليس بالمحيطين، الخطأ بالصاحب القرار. هو من يقعد مع نفسه، هو المفروض هذا مسألة المغريات هي التي تبيح المحظورات. مهس اللي يسمعك واللي يفوز يقول شلون يعني استاذ شاكر شي يريدنا باشر عقب ما نركب سيارات وما عندنا حماية ونطلع نروح بالباصات وبالبايسكلات وبالتاكسي لا مكان العمل. صديق أكو هي شي، أنا أقول لك اللي يجي بالباص ما حد ينتظر منه حلول. أنا أقول لك لازم الدولة لازم لها هيبتها المتوازنة. خلي يكون الهيبة بالمظاهر، ها الهيبة، الهيبة في كل شيء، الهيبة في الخدمات، والهيبة بالوجود، والهيبة بالحركة. أنت من تصير عندك هيبة تقدر تنجز. عندما لا تمتلك الهيبة والسلطة صح، ما تستطيع أن تقدم أي شيء، راح يصير بس هواء. خلينا نتعمق أكثر في هذه الجزئية أستاذ شاكر، ونتعمق أكثر في محافظة صلاح الدين. هل هناك رغبة بالتغيير أم رغبة بالترسيخ؟ يعني شلون رغبة بالتغيير؟ لا أنت بالإتيان وبتغيير كل شيء أستاذ شاكر، وأنت قلت، أنت قلت كلام حلو، المواطن صار عنده وعي وإدراك ودراية وصار قارئ جيد لل أنا راح أقول لك شيء سياسية. أنت اقرأ خارطة المرشحين. اقرأ خارطة المرشحين، شوفها ستجد فيها تغيير لو لا. تابع عدد حملة الشهادات، عدد المثقفين، عدد الكفاءات بشكل أو بآخر، أكو عدد كبير منهم مرشح بهذه الانتخابات. إحنا لازم نفكر بقصة ثانية حتى الناس تعرف، وهي إنه لا تلومون الحزب، لوموا المرشح اللي تنتخبوه. لا تلومون محمد الشيع السوداني زين، لان هذا ما سوانا. يعني الوم المرشح شنو؟ اجيب اخليه يكتب لي على تعهد، والله انا اقدر اقدم لكم الخدمه بعد ما افوز واخذ كرسي في مجلس النواب، قدم استقالتي لي قدام، اذا ما قدمت لي اللي اريده روح. اولا نوصل لهي مرحله، احنا هذه مشكلتنا، اكو مشكله بالوعي والتحليل. زين، يعني هو الشخص الذي سيتم انتخابه شنو صدر بمرسوم إلهي؟ المواطنين نفسهم كلامه من ضمن مشروع الانتخابي سوف أعين وسوف أعمل وسوف أوفر. لا هذا موضوع من يوصل تسأله يقول لك والله قليلة كانت الأموال والتخصيصات المالية وظروف البلد ما تسبح إذا تسمح لي فضل. إحنا سألتني إنه أنت مو بعيد على هذا الكلام؟ أنا مو بعيد، أنا في عالم هذا الكلام المطالب. بس أنا يعني أيضا لازم ننطي مجال للقراءة الصحيحة. المرشح اللي أنا اختاريته وأعرفه زين ومجربه ها طيب، وسويته في يعني اجتماع ورفعنا الأصوات على ترشيحه،
طيب. وصار يمثلنا صار يمثلك انت اختارته والان هو في مجلس من الصعب جدا ان يكون ضدك، مستحيل ان يكون ضد مطالبك، مستحيل. زين هذا هو هذا بس هو بس قد يقدر يحقق من عندها السعداني نسبه نسبه ايش قد يحقق هي مو هي هذه ضرب بالبال مو هي هذه استاذ شاكر. هل وعود بدون تنفيذ ام وعود مع تنفيذ؟ يعني شوف على في اصعب الظروف كانت هنالك نسبه التزام بالوعود تزيد عن 40% في اصعب الظروف. زين زين يعني ترى عضو مجلس المحافظة عندما يستطيع أن يذهب إلى أهله ومنطقته ويروح ويقعد ويشرب شاي ويتعشى ويتغدى معناتها ماكو استياء مطلق منه. لكن الآن الحالة أنا بتصوري مجالس محافظات 2023 ستكون مختلفة. ليش؟ كلام جميل. ليش؟ زين لأنه أولا هذه المجالس أمام رصد شريحة سياسية مهمة اسمها التيار الصدري. التيار الصدري قاعدة جماهيرية كبيرة أكيد يمتلك ويراقب وهو موجود في كل المحافظات. الآن القضية الجديدة أنه لم تعد هنالك خارطة انتخابية طائفية، الآن خارطة انتخابية عراقية عراقية عراقية. يعني دولة القانون البيت السياسي الشيعي سيتنافس في كركوك وفي صلاح الدين وفي ديالى وفي في العنبار وفي في في نينوى سيحضر بهذه الاجتماعات. يعني لم يعد مقتصرا على محافظات الوسط والجنوب. هذا التحول الجديد في الانتخابات. هذا الانفتاح. إذن نعم. هذا الانفتاح شو ينطيك؟ هذا الانفتاح هو الذي قاد الى ان يتحالف الاتحاد الوطني الكردستاني مع حزب الجماهير الوطنية. أيضا هذه خطوة البارحة خطوة راح يدخلون مهمة. نعم. العضو مجلس محافظة إلى عضو انتخابات مجلس محافظة صلاح الدين. هذا الموضوع موجود في الموصل حتى في كركوك سيتنافس الكرد بقائمة مع العرب. جيد. من أجل منح وجه أو ملمح آخر لمستقبل العملية السياسية بالعراق. إذا أفهم من كلامك أنه الأحزاب اللي عندها المال واللي عندها قاعدة جماهيرية واللي تمتلك وسائل الإعلام المختلفة هي من ستهيمن على المشهد السياسي. ما عنده لا عنده قاعدة. إذا لازم اللي يجي لازم مسلح بهذه الأمور اللي تكلمت عليها ولا لا ما يقدر يفوز. لا تسمح لها. طب هذا حالة طبيعية. زين أنت الآن إذا تروح لأي مكان إذا ما عندك أحد يتقيك عليه شرائع. أكيد طبعا. اللي ما عنده قاعدة جماهيرية الأشخاص لا تبني دول. طيب. ولا تبني تجربة الفردية. الفردية لا تبني دول ولا ما لو إحنا نعتمد على الفردية والزعيم الأوحد مثل عبد الكريم قاسم ما كان يعني احتاجينا إلى هذا العدد الكبير من الأحزاب 107 حزب في العراق 107 أحزاب في العراق مثلا. لكن أن يكون هنالك أحزاب من يعني راح نشهد من أقريت مسألة التعددية الحزبية عليك أن تقبل بالنتائج. إذن سنشهد يعني رؤية أحزاب جديدة ناشئة في المناطق المحررة أستاذ شاكر. يعني أو لربما الأحزاب الدخيلة هل ستكون لها يعني حظوظ في الفوز في الانتخابات؟ يعني ما أعرف شنو الأحزاب الدخيلة. يعني الأحزاب الجديدة خلينا نقول عليها. لا الأحزاب الناشئة. الناشئة الدخيلة. وتقلت اللي عندهم قاعدة جماهيرية ذولاك مبينين واضحين. لا يعني ما تقبل غلط ائتلاف دولة القانون عنده قاعدة جماهيرية في الوسط والجنوب ولذلك يمتلك غالبية في البيت السياسي الشيعي. حظوظ الوجوه القديمة إيش قد نسبتها بالفوز اليوم؟ ماكو وجوه قديمة أخي، المرشحين كلهم جدد. بس أنا أقول لك وين الفائدة؟ الفائدة أنه ما ظلت الحزب الكبير. نعم. يعني الحزب الذي يجمع أصوات بالشركات وبلد وضلوعية وسمرة والعلم وكذا هو اللي راح يعني حصاده يصير كبير. 15 عضو 11 رجال وأربعة كوتا نساء. ما هي نصيحتك لهؤلاء والتركة اليوم ثقيلة أستاذ شاكر؟
15 عضو 11 بأربعة. إيه كانوا 29. طيب نصف. ماذا تقول في هذا الجزية؟ ماذا تقول لهم؟ ماذا على المرشح أن يعمل حال فوز؟ لا مو على المرشح، مو المرشح، ماذا على الفائز أن يعمل بعد ما يفوز؟ إحنا قلنا المرشح ربما ما يفوز. من أين يبدأ؟ لا المرشح الفائز في عضو مجلس محافظة صلاح أي محافظة عليه أن يبدأ من حيث أخفق غيره. هي أن يكون وقت؟ أن يكون صادقا مع الناس. ما راح يطلب وقت؟ ربما تيجي الأربع سنوات وتروح الأستاذ شاكر تمام؟ يقول لك والله أنا ما قدرت أقدم. لا لا هذا لكانت الظروف. مو هذا الكلام إحنا سمعناه كثيرا أستاذ شاكر ولا يخفى عليه. إحنا إذا ظل نروج لليأس لا إحنا من لا, لا 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 حتى الانتخابات إحنا مو قصدنا اليأس، لكن الحقيقة تقال وهذا ما نشوفه أستاذ شاكر رغم يعني الأمين تحقق لكن إحنا ما نعرف خلال أربع سنوات إيش راح يصير من تحديات وصعاب ومشاكل. الوضع الحالي بشكل عام أفضل من الأربع سنوات الماضية بشكل لافت على كافة المستويات، أمنا سياسا اقتصادا وغير ذلك. هسه إحنا راح يجي عضو مجلس المحافظة من يجي يقعد بالمنصب ويباوع الأمور ويباوع أهله ويباوع الاحتياجات راح مجلس المحافظة هي سلطة تشريعية وسلطة رقابية. نعم. رقابية تشريعية. نعم. رقابية. نعم. الآن ماكو زين أحد يستطيع أن يعني أولا لا يمكن أن تكون هنالك أغلبية مطلقة لحزب في مجلس محافظة، أغلبية مطلقة يعني يحصل أعلى نسبة 12 بالضبط. أكو أغلبية ربما فالأغلبيات المريحة دائما تحتاج إلى تحالفات ولذلك مجالس المحافظات 2024 لأن هي راح تبدأ ب 2024 ستكون أكثر جمالية من سابقاتها، أكثر جمالية لأنه الأضواء كبيرة والشارع يسترق السمع والبصر. هي اليوم كل أحد يستونها على انتخابات مجالس المحافظات، ما نعرف شنو بيها الاختلاف عن الاختلاف عن لا الاختلاف أنه هذه سلطة رقابية تشريعية نافذة. المفيد فيها نعم المفيد انه او المهم انه سيكون هنالك تنافس سياسي داخل مجالس المحافظات على الإدارة لانه احنا تكلمنا انه لن يحدث هنالك أغلبية مطلقة لأحد. زين مصير المستقلين المرشحين المستقلين هل لهم يعني حظوظ في الفوز حسب قراءتك ونظرتك لي؟ يعني شوف احكي لك شغله، لو لا والله الا اروح اكتلف ويا حزب معين يلا اقدر اضمن فوزي. يعني شنو علاقه الدوله والمال السياسي بواحد يريد يغامر؟ هو يقول لك انا مواطن اريد افوز زين، بس العقل وين؟ يعني انت اذا تشوف جبل وتقول لك أنت صعد على تكرجل ما صعب مستحيلة. كل شيء بالمنطق. المنطق يعني. المنطق ماذا يقول؟ المنطق أنه سانتليغو 1.7 نعم يمنح الأحزاب الكبيرة الأفضلية والفضلية. ليش يمنح الحزب؟ نعم. لأنه هذا الحزب عنده أيضا هذا القانون ما كان معمول به في الدورات الماضية. النسبية مختلفة. النسبية مختلفة. الغو سانت ليغو من أجل القائمة الواحدة. نعم ها؟ نعم نعم هذا موضوع آخر يعني حسابات 2000 وحكينا قلنا. بس هل أنت مع سانت ليغو اليوم؟ أنا مع شوف أنا مع كل جهد يذهب باتجاه الاستقرار وحماية كرامة الناس وحقوقهم. هذا الهدف الأسمى بالعملية السياسية. أنت عندما توفر للإنسان فرصة أن يعيش كإنسان هو هذا يعني الرسالة الإنسانية التي لا يجوز لأحد أن يتعدى. شي دور اليوم للحكومة المواطن؟ شي دور أستاذ شاكر؟ يعني مي وكهرباء وطرق و أنت تعرف شو بنى تحتية ومدارس وتعليم. هسه أنت إذا توفرت للعراق للمواطن في صلاح الدين مدارس وما
وكهرباء مستشفيات وجسور وبنى تحتيه نعم يعني احتياجات الاساسيه مطاعم وفنادق ما يروح طبعا ليش راح البغداد طبعا ليش يسكن ببغداد عندما توفر له فرص الحياه بمنطقه هذه الاساسيه انت نعم. تعرف مثلا هسه اعطيك مثال نعم انت تعرف مثلا عندما تسال بريطاني كم مره نزلت لندن يقول لك انا ما رايح ولا مره ايش يسوي انا بويلز قاعد شو اروح اسوي بلندن تسأل أبو واحد عايش بنيس فرنسا تقول أنت كم مرة زرت باريس يقول أتذكر مرة شايف شانزليزيه ما لهم مرة يروحون ما مشغوفين بهذا التنقل ليش؟ لأن كل مصادر الحياة موجودة عنده أنت وفر للناس 80% 70% من مصادر الحياة صدقني حتى التفكير بالتطرف والتشدد والغلو سيصبح من الماضي وهذه هي المراهنة دعونا نذهب إلى العراق ها؟ الذي يستوعبنا وزيادة ونعيش ونعيش ونخلص من الخلافات القومية والطائفية إذا أنت عندك هيك رؤية أستاذ شاكر إيش عجب ما ترشح أنا ما أرشح وتأخذ دورك في الانتخابات أنا ما عندي وتطبق شغل. هذه النظرية اللي عندك أنا تمام؟ أنا لا لست مشغوفا بهذه يعني مو مشغوفا بس إذا أتاحت لك الفرصة وجدت ليمك شكو بيها أستاذ لا يوجد أولا لا يوجد أحد يعني نعم. نبي بهذا الزمن أكيد طبعا ولا, طبعًا. ولا طبعًا. إحنا ملائكة صالحين كنا يعني عندما تكون الفرصة مناسبة نستغلها بطريقة أو بأخرى بس لكن ليس بمنطق التهافت على الأشياء الأمور بحسب القراءات هل هي محسومة أم معروفة النهايات أستاذ شاكر يا عمر اللي خاصة بالانتخابات معروف ذاك ومن اللي راح يفوز ومن اللي نقول له فرصة ثانية لا لا أنا أريد أسمح منك وبتحليلك أستاذ شاكر أنا أتصور أن الأمور محسومة بنسبة 80% هنالك هامش مناورة اسمها 20% لتداخلات الأحزاب والنفوذ يعني حتى التخويف شوف قضية لازم نتوقف يعني قبل يومين مرشح لائتلاف دولة القانون تعرض لمحاولة اغتيال بالناصرية نعم أنا هذا الوحيد الذي يشغلني شنو السبب ليش يعني أنه إذا استخدمنا السلاح هم رجعنا إلى في الإملاءات يكون عدم العودة إلى مجالس المحافظات أفضل ولكن في المحصلة تبقى الأمور يعني بعيدة عن يعني التأثير ردود الأفعال شيء وقراءة المشهد المقبل شيء مختلف جدا لأنه لم يعد هنالك فسحة من أن تضحك على الجماهير مرة أخرى كلام جميل أنا زميل المخرج يشير لي لوقت انتهاء البرنامج إذا تسمح لي دقيقة مو أكثر أستاذ شاكر يعني رسالتك للأحزاب للمرشحين اللي جايين على خوض هذا المضمار والله رسالتي بسيطة أن يحطون حق الناس بين عيونهم يعني يستوعبون ما مر بأهلهم من يعني من مصاعب لا قيمة لأي منصب لا يخدم الناس والله أنا بدالهم أقدم استقالتي للأمام وخليها بيد اللي انتخبوني اخاف باكر عقبه ما اقدر اتقدم ما كل شيء احمد يعني هذه المثاليه خل نرميها خلف ظهورنا لا احد مو نحكي انه شيء تغير اليوم لا احد يستقيل وإدراك. اسمعني لا احد يتخلى بمحض ارادته مهمه لكن خدمه الناس اهم خدمه الناس اهم أنا أشكرك أستاذ شاكر أنه خصصت لنا هذا الوقت نجل الحوار مع جنابك الكريم ونتأمل أنه يجدد اللقاء مع حضرتك خلال الفترة المقبلة مع قرب انتخابات مجلس المحافظات المحلية وكلها قاعدة تنتظر هذا الحدث المهم
الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ شاكر الجبوري والزميل العزيز، كنت ضيفا عزيزا علينا اليوم، وشكرا لجنابك الكريم، شكرا جزيلا. وشكرا موصول لكم أيضا مشاهدين الكرام على طيب المتابعة، كما يمكنكم مشاهدة هذه الحلقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك واليوتيوب الخاص بقناة صلاح الدين الفضائية، وكذلك الاستماع إلى هذه الحلقة عبر أثير إذاعة صلاح الدين عبر الموجة 91.2. كمسك الختام تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا أستاذ شاكر. We'll be right back.